أما بعد فيا عباد الله، هناك بعض العادات التي يمارسها الكثير منا في الزواجات، تلك العادات يجهل الكثير من الناس أنها سنن، وبالتالي فإني أنبه على هذه الأشياء حتى إذا فعلها المسلم أجر عليها، لا أنها عادة. من بين هذه الأشياء التي اعتاد عليها كثير من الناس في الزواج وهي في الحقيقة سنة نبوية، أن الكثير يعين المتزوج في زواجه ولا سيما في الوليمة. وأذكر إن كان قد بقي شيء من هذا، أن بعضا من الناس يقدم قطيعا من الغنم أو الإبل إعانة للمتزوج، أو أنه يدفع إليه نقودا، وليعلم أن هذا من السنة، فإذا دفعت هذا الشيء لا تدفعه على أنه عادة، لا، ادفعه على أنه سنة نبوية حتى تؤجر عليها. والدليل ما جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما تزوج بصفية بنت حيي قال: فلما أصبح عروسا، فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عروسا. كلمة عروس تطلق على الرجل كما هي تطلق على المرأة في اللغة العربية، يقال هذا رجل عروس وهذه امرأة عروس، خلافا لما يتوهمه كثير من الناس من أن كلمة عروس يظنون أنها لا تطلق على الرجل، وهذا خطأ. قال: فلما أصبح رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عروسا بسطت البسط، فأتى هذا بأقط وهذا بسمن وهذا بتمر حتى اجتمع الطعام فأكل. هذا فيه إعانة للمتزوج على وليمته. وفيه فائدة أخرى، وهي أن وليمة الزواج تصلح بدون اللحم، والدليل هنا كما في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه أنه لما أصبح عروسا صلى الله عليه وآله وسلم بصفية بسطت البسط وأتي بالأقط والسمن والتمر. لكن المتعهد عليه هو اللحم، وله دليل كما في الصحيحين قال صلى الله عليه وآله وسلم: أولم ولو بشاه. لكن وليمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على صفية بغير اللحم والخبز يدل على ماذا؟ يدل على أن الإسلام جاء بتيسير أمر الزواج حتى في الولائم، خلافا لما يفعله كثير من الناس حتى تجاوزوا بالأمر إلى حد الإسراف. ومن الأمور التي يفعلها بعض الناس في الزواج ويجعلونها من قبيل العادات، أنه إذا عقد لشخص على ابنته ذبح ذبيحة، هنا ليعلم أنه لو اكتفي بتلك الذبيحة أو بأي طعام بعد عقد النكاح يكتفى به عن وليمة الزواج ولا يلزم هذا. إن وضع وليمة لا إشكال في ذلك، لكن ليعلم أن وليمة الزواج تبدأ من حين العقد، بمجرد ما يعقد على المرأة وتوضع وليمة من لحم أو غيره، إن شاء الزوج أو أهل المرأة أن يكتفوا بذلك
فلا إشكال في ذلك، لأن وليمة الزواج مختلف فيها بين أهل العلم هل هي واجبة أم سنة. على القول بوجوبها لو اكتفى بهذا فلا إشكال في ذلك، وهذا يدل على تيسير الشريعة لأمر الزواج. ومن الأمور التي يفعلها الناس ويعتبرونها من العادات وهي سنة جلوس الزوج بجوار زوجته إذا دخل بها، إذا أدخلوه على زوجته كما يفعل، وأنا أتكلم عن الجلوس فقط وعن ملاطفة الزوجة لما يدخل بها يلاطفها بطعام أو بشراب. أما ما يفعل الآن من أمور أنا لا أدري ما الذي يجري فيها فهي ليست من السنة، وقد يكون بعضها مخالفا للشرع، لكن أنا أذكر أن الزوج إذا دخل بزوجته إذا أدخلوه على زوجته فالسنة في حقه، وهذا يفعل، فالسنة في حقه أن يجلس بجوارها، هذا من السنة. ثم أيضا هم يقدمون له، في الغالب يقدمون له شرابا من عصير أو نحوه، السنة أنه إذا شرب أن يعطيها أيضا، وهذا من السنة. والدليل ما جاء في مسند الإمام أحمد أن أسماء بنت يزيد قالت رضي الله عنها: زينت عائشة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأدخلته عليها فجلس بجوارها، ثم أتي بإناء من لبن فشرب فناوله إياها، فخفضت عائشة رضي الله عنها رأسها واستحيت. قالت أسماء: فنهرتها فقلت لها: خذ الإناء من يد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن جلوس الرجل بجوار زوجته حينما يدخلونه عليها أو أنه يقدم لها الشراب فهذا لا إشكال فيه، وهذا يفعل، لكن ما يزاد على ذلك مما يكون في قصور الأعراس لا يبنى عليه، لأني لا أدري ولا أعلق في ذمتي شيئا، لكن الشاهد من هذا أن هذا من السنن. ما هو؟ جلوسه بجوار زوجته وأن يناولها شرابا من عصير ونحوه لكي يلاطفها، وإن استحيت فهذا أمر معهود، واستحيت عائشة رضي الله عنها. ومن الأشياء التي يفعلها بعض الناس في الأعراس أنه إذا أصبح بعد أن بنى بزوجته إلى أين يذهب؟ فيما نعلمه من عاداتنا نحن، قد يتغير الحال مستقبلا أو تغير عند البعض الله أعلم، هو يذهب إلى أهله لكي يسلم عليه، يذهب لكي يسلم عليهم، يذهب إلى والديه أو إلى أقربائه صبيحة بنائه بزوجته فيسلم عليهم ويدعون له، وهذا من السنة. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما بنى بزينب رضي الله عنها لما أصبح من بنائه كما جاء في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه أتى إلى زوجاته في الصباح وسلم عليهن كما جاء عند البخاري وغيره، فسلم عليهن وسلمنا عليه ودعا لهن ودعونا له، يأتي إلى كل زوجة من زوجاته صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذه بعض العادات التي تفعل، وهذا ما رأيته من بعض الناس يفعل هذه الأشياء على أنها عادة، لا، افعلها مستقبلا، ونبه أبناءك وإخوانك على هذا الأمر ليفعلوها على أنها سنة وليست عادة حتى يؤجروا عليها.